العطلة الرسمية لكافة دوائر الدولة اليوم الأربعاء لم تمنع وزارة التخطيط من عقد اجتماعها الخاص بمناقشة استراتيجية مكافحة الفقر للأعوام الممتدة من عام 2017 لغاية 2021، بعد وصول نسبة خط الفقر إلى ما يقارب 23% منذ عام 2014 بعد احتلال داعش لمناطق في العراق، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط. قد ما أقول أن نسبة الفقر كانت 23%، كنا نأخذ بنظر الاعتبار الحرمان من الجوانب التعليم والصحة والخدمات الأساسية والسلع والخدمات التي يحتاجها الفرد العراقي. كما وتم الاتفاق في الاجتماع على أن الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على نقاط حسب محصلة الدخل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسكن والتفاوت بين النساء والرجال. رح تكون هناك فرق رح نوزع الحضور إلى فرق حسب محصلات استراتيجية التخفيف من الفقر، اللي هي مثل ما بين الدكتور محصلة الدخل، الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، السكن، والتفاوت بين الرجال والنساء. ومع وجود أكثر من 4 ملايين نازح، وزارة التخطيط بيّنت سعيها مع انطلاق الاستراتيجية الجديدة مطلع العام المقبل لتحسين عدة محاور تتعلق بالسكن والتعليم والصحة والدخل بمساعدة البنك الدولي. هناك مقترح في ضمن هذه الاستراتيجية إنشاء صناديق لدعم مشاريع يعني تقليل الفقر في العراق. هذه الصناديق يعني نسعى إلى أن تحصل على منح ومساعدات دولية. من جهتها وزارة العمل أكدت وجود 2,700,000 من الفقراء مشمول ببرنامج الرعاية الاجتماعية. نتأمل السنوات المقبلة نستهدف جميع الفقراء المسجلين حاليا أو الفقراء البالغ عددهم نحو 7,500,000 مواطن. استبرق حسن، الحرة، بغداد.